فلس يعني ليس مفاجئا أن تكون البحرين الرسمي وليس البحرين الشعب البحريني هي مكان لانعقاد ما أسمي بورشة العمل للسلام والازدهار في المنطقة. الأنظمة العربية وإن كانت في السابق سعت وتسعى لتكون جزء أساسي تابع للمشروع الإمبريالي الأمريكي بالتحديد في المنطقة في هذه المرحلة، على ما يبدو تتصور أن الأمور أصبحت مهيئة أكثر للاندماج بهذا المشروع بشكل علني. صحيح أنه فقط الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن من أعلنوا مشاركتهم في ورشة العمل في البحرين في 25 و 26 حزيران الحالي، وإنما بقية الأنظمة العربية المتحكمة قسراً بشعوبنا العربية نحن متأكدين أنها ستتبع. في هذا السياق يعني لابد من الإشادة بالموقف الفلسطيني الموحد حتى بما فيه موقف سلطة أوسلو، وإن كنت شخصياً أو نحن في التجمع الديمقراطي التقدمي في أوروبا نختلف معهم من حيث الجوهر في موضوع أوسلو، حتى قيادة السلطة وقفت بعد أن أدركت أن هذا المشروع لن يكون إلا على حساب استمرار نفي وجودنا كشعب فلسطيني، وستكون على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة التي هناك إجماع فلسطيني عليها وإجماع دولي. نشيد بموقفهم ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني على مدار أكثر من 100 عام في تصديه للسياسات الصهيونية على الأرض لمحاولة إجهاض وقتل تطلعاتنا الوطنية سنبقى شوكة في حلقه. ونقول أنه في خضم هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة والتي تعاني فيها من هجمة شرسة من قبل القوى المهيمنة على قرار العالم أو هكذا تظن، وفي خضم ارتهان بعض الأنظمة العربية في المنطقة إلى قرارات دول تدعم الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية في فلسطين المحتلة، تبرز إلى العلن ملامح مرحلة سياسية جديدة تمايزت فيها الأيادي المرتعشة عن أيادي الصمود والمقاومة. في خضم كل ذلك من المؤسف حقاً أن نرى ماراثون الهرولة التطبيعية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على أشده، وملامح التخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني بارزة وبقوة دون ما حاجة لذلك، خصوصاً بعد تغير معادلة القوة لصالح قوى المقاومة في المنطقة، بل إن تلك الدول المهرولة للتطبيع تقدم تلك المواقف بالمجان إن لم تكن مستعدة لتمويل مشاريع جديدة باتت تعرف بصفقة القرن المذلة. هناك تصاعد واضح لمشاريع المقاومة التي لو لم يكن هناك أرضيات مناسبة وظروف مناسبة وتهيئة مناسبة لها لما وصلنا إلى هذا المستوى المشرف من الصمود والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان وسوريا والعراق وإيران وغيرهم. وإننا من هنا كيمنيين مقاومين للعدوان السعودي الأمريكي على شعبنا لنعلن لشعبنا في فلسطين خاصة ولشعوب المنطقة عامة أننا نرفض أن يتحدث أحد نيابة عن الشعب الفلسطيني إلا بكل ما هو مشرف ويضمن حقوقه الطبيعية، ولا أن يسعى بكل غال ونفيس لمصادرة حقوقه، وبالتالي نرفض ما تسمى بصفقة القرن، صفقة الذل وصفقة البيع بالجملة. فلسطين بالنسبة إلى شعب البحرين هي قضية
تعبر عن إيمانه وعن عقيدته، لأنها قضية حق وقضية عدالة. وهذه القضية اليوم يراد أن تكون البحرين منصة لإطلاق ما يسمى بصفقة القرن، ويراد أن تكون البحرين منصة لمسخ الوعي عند الشعب العربي ولإخضاع الشعب العربي على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، على المستوى النفسي، من أجل تمرير هذا المشروع وبيع هذه الأرض دون أي مقاومة. هذا العنوان جاء لفرض الأمر الواقع على هذه الأمة. عنوان صفقة القرن يراد به فرض الأمر الواقع على المستوى الثقافي بالدرجة الأولى. يراد لهذه الأمة أن تقبل الوجود الصهيوني ككيان طبيعي. النظام يطبع لأن الإرادة الشعبية في البحرين مغتصبة ومستلبة من أبناء شعب البحرين، لأن هذا النظام هو صنيعة بريطانيا التي صنعت الكيان الصهيوني الغاصب، لأن هذا النظام هو أداة من أدوات الاستكبار، أداة من أدوات الصهيونية، لأن هذا النظام موجود بفعل الدعم الخارجي وليس بفعل صناديق الانتخابات وليس بفعل السيادة الشعبية وليس بفعل إرادة أبناء شعب البحرين. أيضاً اختيار البحرين هو اختيار مهم، لأن الموقع الجيوسياسي للبحرين هو جبهة متقدمة للكيان الصهيوني الغاصب للانتشار والامتداد. لربما هم يعتقدون أن الخليج والبحرين تمثل الخاصرة الرخوة لهذه الأمة. اليوم أبناء شعب البحرين مصرون على إفشال ما يسمى مؤتمر السلام من أجل الازدهار، ومصرون على الوقوف كتفاً بكتف مع إخوانهم في فلسطين من أجل تحرير فلسطين، كل فلسطين.